يقدر هيئة كبار العلماء، وبحكم أنها تدين الدعوة للتظاهر نرجو بها أن تنادي علنا بالإصلاحات التي يطالب بها البعض. إنما يحدث بالعالم العربي ليس ببعيد عن السعودية، ولكن نأمل من الحكومة أن توجه جهدها نحو البدء في الإصلاحات لا لقمع التظاهر. الحوار الوطني ما زال في طور البداية، يجب إعادة النظر حول الآلية المعمولة بها ليشمل القاعدة في المناطق وليس النخب. يجب أن يكون ردة الفعل الأمريكي، أو نأمل أن تكون ردة الفعل الأمريكي، هو حتى الدولة أو الحكومة نحو إجابة الإصلاحات لمال السعودية من ثقل اقتصادي عالمي. إنما يحدث في المنطقة العربية من مظاهرات وسقوط لأنظمة لن يكون بعيدا عن الشارع العراقي، فهناك بعض من مطالب المتظاهرين حقيقي وملموس، فعلى الحكومة العراقية أن تلبيه بشكل سريع وحقيقي، منها محاربة الفساد وتلبية المتطلبات الضرورية للحياة. أضف إلى ذلك أن تأخر الحكومة في تلبية هذه المطالب قد تؤدي إلى تصدع أو انهيار العملية السياسية والمشروع الديمقراطي في العراق. أن الربط بين ما يحدث في العراق وباقي الدول المجاورة، وإن كان تحت ذريعة التأثير والتأثير، أمر غير مقبول، لأن النظام أو الحكومة العراقية جاءت بصورة ديمقراطية. لكن في نفس الوقت أثبتت الحكومة العراقية عدم قدرتها على التعاطي بشكل ديمقراطي وبما أقره الدستور وكفله للشعب والوسائل الإعلام من حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، كما أعتقد أن ما قامت به الحكومة وبعض أجهزتها الأمنية من استخدام العنف ضد المتظاهر من وسائل الإعلام قد يكون استكمالا لمسلسل تقييد الحريات واقتحام الاتحادات والمنتديات الأدبية والثقافية وممارسة العنف ضدها. لقد عمل البرلمانيين وهم ممثلو الشعب على تكريس جهودهم لسن القوانين التي تخدم مصالحهم ومصالح من معهم، وخاصة من الوزراء وأصحاب الدرجات العليا، وما زالوا يصرون في نفس الوقت على المحاصصة الطائفية والقومية والسياسية تحت مبررات الأمر الواقع، رغم أن هذا الواقع غير مقبول، مما ساعد أن يكون البرلمان مؤسسة ضعيفة وعديمة الجدوى في نظر الشعب، وضعفت أهم وظائفه وهي المراقبة بسبب المحاصصة وضاعت رقابة البرلمان وضعفت أداء الحكومة. اليمنيون عندهم حق في الثورة على نظام علي عبد الله صالح، النظام المستبد الرجعي المتخلف، ولكن المشكلة أن الاحتجاجات في اليمن لم تصل إلى ثورة شعبية بالمعنى الواضح. ليه؟ لأن هناك دعوات للانفصال في الجنوب، وده أمر ضد الثورة وبيخدم نظام الشاويش أمام الرأي العام العربي والدولة. أما لو ذابت القبلية وتوحد اليمنيون وهم عندهم حق في الثورة فعلا، عندهم مشاكل اجتماعية واقتصادية وما عندهمش حريات وعندهم نظام مستبد، كل عناصر وأسباب الثورة موجودة إلا شيء واحد، هو الانفصال في الجنوب والنزاعات القبلية. لو تخلصوا من الشيئين دول إن شاء الله ستنجح ثورة الشعب اليمني المطالبة بالحق في الحرية والكرامة والعدالة. الشباب في 14 فبراير بدأوا حركة مطلبية ضمن المناخ العربي المطالب بالعزة والكرامة. كان الشعار بوصف الشعب يريد احترام الشعب ويريد أفضل حياة. سرعان ما استقطبت الحركة مكونات المجتمع البحريني بما فيها الجمعيات السياسية والنسائية والشبابية والعشرات من منظمات المجتمع المدني، ومن بينها جمعية الأطباء والمحامين والاتحاد العام لنقابات العمال، بل وحتى القضاء في المحكمة الشرعية، خاصة بعد سقوط 7 شهداء قتلى على يد القوات الأمنية القمعية في جنح الليل وبقسوة هي الأعلى مقارنة بالبلدان العربية الأخرى. وانتصرت إرادة الشعب بالعودة لدوار اللؤلؤة، واستمرت المطالبة للآن وتصاعدت بحركات سلمية مبتكرة جديدة لم تألف الحكومة والعائلة الحاكمة التصرف إزاءها. فجاءت حينئذ دعوة ولي العهد للحوار، وهي التي كانت فضفاضة همها الوحيد الخروج من الضعف الشديد الذي وصل إليه الوضع، وتزايرت الشكوك حول صدقية الدعوة. اليمن هي لا ترسو أن من بين الدول التي اشتعلت فيها الثورات وفي كل المجالات، طبعا لا مقارنة بين الاقتصاد اليمني والاقتصاد التونسي،
فقط كمثال، ومن وجهة نظري ومن مشاهدتي الأحداث في اليمن، أعتقد أن اليمن كانت سباقة في الثورات العربية الحديثة وخصوصا في جنوب اليمن، حيث خرج مئات الآلاف في كل المناطق للمطالبة برفع الظلم عن جنوب اليمن منذ عام 2007، وقدموا أكثر من 300 شهيد وآلاف الجرحى والمعتقلين. لم يكن هناك تغطية إعلامية كافية لإبراز ما يجري في الجنوب، ولكن مع هبوب عاصفة التغيير في تونس ومصر بدأ الشباب وفي كل أنحاء اليمن يكسروا حاجز الخوف مستلهمين التجربة التونسية والمصرية ويطالبوا بسقوط النظام. وما نشاهده من ثورات في الوطن العربي عامة واليمن خاصة هي ثورات شباب، فالشاب عندما يجد أجمل سنوات عمره تسرق وتذهب دون فائدة ويرى في الجانب الآخر ظلم وفساد وقمع الحريات لن يرضى بالسكوت بكل تأكيد، وسيدافع عن حقه ولو كان على حساب حياته، وهذا هو السر في قوة الثورات في الوطن العربي. وتوقع مستقبلا رائعا ومشرقا للوطن العربي بفضل هذا الجيل الشاب.